طبعا الكل بانتظار مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال، مباراة كبيرة، نهائي العرس الإفريقي ما بين فرقتين كبار الأهلي والوداد، المباراة على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب. نروح بقى مع بعض كده قراية سريعة لتاريخ مواجهات الفرقتين، هنلاقي إن الفرقتين اتقابلوا قبل كده 10 مرات، البداية في موسم 2011 كانت المباراة الأولى في القاهرة، اتعادل الأهلي والوداد 3-3، مباراة العودة في المغرب اتعادلوا أيضاً 1-1. اتقابلوا تاني عام 2016 في دوري الأبطال في دوري المجموعات، اتعادلوا في القاهرة 0-0، وقدر النادي الأهلي يفوز في المغرب 1-0 بهدف لرامي ربيعة. في عام 2017 وعام هو فال خير على فريق الوداد المغربي لأنه حصل على البطولة بعد الفوز على النادي الأهلي في النهائي، لكن هم اتقابلوا في السنة دي 4 مرات، في دور المجموعات اتقابلوا 2 مرات، وفي الدور النهائي لعبوا 2 مرات قبل ما يتقلب نظام البطولة وتبقى المباراة النهائية من مباراة واحدة. في دوري المجموعات الوداد فاز على الأهلي في المغرب 2-0، والأهلي فاز على الوداد في مصر 2-0، ولكن لما وصلوا للمباراة النهائية في القاهرة اتعادلوا 1-1 وفاز فريق الوداد 1-0 وحصل على البطولة. اتقابلوا بقى النسخة الماضية كده في الدور نصف النهائي، وقدر النادي الأهلي يفوز في المباراتين، المباراة الأولى في المغرب قدر يفوز 2-0، ومباراة العودة في القاهرة فاز 3-1، وقدر النادي الأهلي يوصل للنهائي ويفوز على كايزر شيفز ويحقق البطولة. الفرق المصرية حصلت على لقب دوري أبطال أفريقيا 16 مرة، 10 منهم لصالح النادي الأهلي، أما الفرق المغربية حصلوا عليه 6 مرات، البداية كانت مع نادي الجيش الملكي ومع الوداد 2 بطولات، والرجاء المغربي 3 بطولات، يمكن نادي الوداد حققها عام 1992 وعام 2017 على حساب النادي الأهلي في النهائي لما فاز عليه 1-0. موسيماني مدرب النادي الأهلي خلال مشواره مع النادي الأهلي في البطولات والمباريات الإقصائية اللي هي بخروج المغلوب لعب 12 مباراة لم يخسر ولا مباراة، اتعادل في 3 وفاز في 9 مباريات. وزي ما كلنا عارفين ان نظام البطولة اصبح المباراة النهائية مباراة واحدة، البداية كانت ما بين الاهلي والزمالك نهائي القرن الافريقي خده اللي قدر النادي الاهلي يفوز فيه 2-1، ومباراة العام الماضي امام كايزر شيفز وبالمناسبة كان على مركب محمد الخامس في المغرب وقدر النادي الاهلي يفوز 3-0. المباراة اللي جاية نهائي المرتقب ما بين الاهلي والوداد على مركب محمد الخامس، يا ترى مين اللي هيحقق اللقب، الاهلي ولا الوداد؟